في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج دعوة الأولاد. وحشتوني كتير 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 يا أصحابي. النهاردة ما ننساش نعيد على كل أم عيد الأم. بكرة هيكون في أوروبا وأمريكا 11/5. كل سنة وكل أم طيبة. ببعت بوصة لمامتي حبيبتي، كل سنة وأنتي طيبة يا ماما عشان عيد الأم، وعلشان كمان عيد ميلادك. انا بعيد عليكي من خلال برنامج دعوة الاولاد دلوقتي. ربنا يخليكي ليا عيد ميلادك النهارده. بعيد عليكي يا ماما. ازيك يا ميمو؟ ازيك يا انتي؟ عامل ايه يا ميمو؟ انا كويس، انتي عامله ايه؟ انا كويسه، مبسوطه علشان عيد الام النهارده او بكره، يعني النهارده الليله وبكره عيد الام هنا في امريكا. هو مش عيد الام ده عدى خلاص يا سيره بقى، ونقول شويه عدى في مصر. ماما عدى في مصر، ده احنا لو نطول نحتفل بمامتنا كل يوم يا ميمو احنا هنعمل كده. وهنا غير لها ماما هدايا منين؟ انا اجيب لها هدايا منين يا تو؟ لازم تجيب هديه يعني. ايه ده يعني؟ ده ممكن نحتفل بيه من غير هدايا؟ انت جبت في عيد الام اللي فات؟ مش فاكر صدقي، تقريبا هي حد من اخواتي قال لي خد الهديه وديها. يبقى ما جبتش. يبقى ما جبتش يا ميمو. يبقى نجيب في عيد الام ده. ولكني سمعت حاجه وانا هقول لها اساسا يا ماما، احنا مش هنحتفل بعيد الام بقى، كفايه عليكي هي مره واحده وخلاص بقى. ايه يا ميمو ده عيد؟ انا بحتفل بعيد ميلادي مره واحده، اشمعنى يعني؟ هو انت هتجيب نفسك لمامتك؟ جاب لي جاب اللي بتعمله ماما. انت ما تعملش حتى انت بتغسل مواعين الصبح، انت بتعمل اكل الصبح، انت بتحمي اطفالك. انت اطفالي لسه ما بقاش عندي اطفال يعني عشان انت ما بتقدرش. وحتى لما يكون عندي اطفال احميهم ليه؟ ما يتحموا هم لوحدهم. لازم يقاوح ويبرر كل حاجه. ايه ده؟ بصي بقى عشان انا النهارده اساسا جاي كده بقى زعلان بقى ومتضايق. ليه يا ميمو كده وما سلمتش على اصحابي؟ يا ربي. طب ممكن تسلم على اصحابك ونصلي؟ ماشي. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ده كده ده طريقة بتسلم بيها على اصحابنا اللي وحشونا من الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده يا ميمو؟ ما انا قلت لهم خلاص. لا لا ده ما ينفعش يا ميمو، بنفس كده. ازيكم يا اصحابي، يلا نصلي. يلا قول. ازيكم يا اصحابي، يلا نصلي. اقول عاجبني طريقتك، بس هنصلي وبعدين نتفاهم في الموضوع ده. طيب. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس، الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. ربي الهي يسوع، نشكرك من اجل كل حاجه بتديها لنا، نشكرك من اجل النعمه والصحه والبركه، وجودنا النهارده على شاشه فضائيه الطريق في برنامج دعوه الاولاد، وجودنا في كل بيت وفي حياه كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي هو وعيلته. نشكرك يا رب من اجل كل ام، يا رب اجل كل ام موجوده معانا وبتراعينا. ادي امهاتنا صحه وخليهم لنا يا رب، وعز كل واحد يا رب ودخل في قلبه الصبر ما يكونش عنده ماما وتكون راحت السما. يا رب يسوع المسيح بارك حلقتنا النهارده، يا رب تكون مباركه باسمك يا اله المجد، وسامحنا على كل اخطائنا يا رب، واذكرنا متى جئنا في ملكوتك. امين امين امين. بقى مالك بقى يا ميمو؟ زعلان شويه يا انجي. ليه يا ميمو؟ متضايق شويه كده. ايه اللي حصل بس يا ميمو؟ زعلان من نونا. نونا؟
عيد الام كمان؟ هي مالها ومال عيد الام؟ يعني النهارده نفرح بمامهاتنا كده، واكيد نونا طبعا جابت لنا مامتها كده. يا ماما كان عيد ميلادها من كام يوم، عايزه اقول لها كل سنه وانت انت كمان عندك عيد ميلادها؟ انت كمان؟ بس عدى من كام يوم بقى خلاص. يا مامة ميم كل سنه وانت طيبه، بوسه ليكي وبوسه لمامتي مني ومن ميمو. انا كمان بعيد على مامتك يا ميمو. كل سنه وانت طيبه يا طنط مامة انجي، وكل سنه وانت طيبه يا ماما، ربنا يخليكوا لينا، بنحبكوا قوي. عيد ميلادها كان امتى يا ميمو؟ ايه كان يوم 2/5، وانا مامتي يوم 7/5. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وفي نفس الشهر. ياه شفتي شفتي، بحس ان الاصداف ومن بلد واحده كمان. شفتي شفتي، وكمان مع عيد الام. الله، عشان كده لازم تبقى مبسوط. لا ما انا زعلان بقى، قلت لك من نونا. ايوه نونا عملت ايه؟ يرزيكي يا انجي تقول لي معلش يا ميمو، بعد هي تطوعت الاول يعني، مشكوره بصراحه يعني، ودي حاجه على غير المعتاده ان هي تحمر الفراخ. فما جت حمرت الفراخ، المطبخ اتملى شويه كده دخان. ملا ايه؟ شويه دخان. دخان. فقالت لي بصي يا ميمو معلش ان انا خارجه من المطبخ احط الاكل وكده، افتح انت الشباك عشان يهوي شويه المطبخ. حلو قوي، مفيش اي حاجه غلط دلوقتي. اقوم ايه بقى اللي حصل؟ ايه؟ سبت انا فتحت الشباك، بس هي نسيت تقول لي افتح الشباك واشد السلك من غير ما افتح الشباك خالص. فلما انا فتحت الشباك خالص بقى ايه اللي حصل؟ القطه بتاعت الجيران دخلت وبوظت الزرع بتاعنا. طبعا ماما عرفت، زعقت ليك. زعقت لي وعاقبتني كمان. طب ما هي وعايزين اقول لها كل سنه وهي طيبه بمناسبه عقابها ليا. يا ميمو عيد تقول كده لماما؟ طبعا لازم نقول لها كل سنه وانت طيبه. لا زعلان. بعدين هي فعلا مش غلطه نونا. لا غلطت عشان هي اللي قالت لي افتح الشباك يا ميمو. ميمو بلاش تبرير. الا ايه التبرير ده؟ يعني ايه تبرير؟ مش تبرير، تبرير. انا ما سيبك من اللي انت بتقوليه دلوقتي، انا في موضوع ده بقوله، ده مهم جدا على فكره. دايما يا اصحابي لما بنيجي نعمل حاجه غلط مش بنبقى جوه نفسنا عايزين نعترف ان الحاجه دي غلط، عايزين نلاقي اي حاجه نرمي بيها غلطنا، نعلق بيها شماعه غلطنا او ان احنا اللي غلطناه على حد. نونا، ماما، زوزو، صاحبي، حتى في مجال اي حاجه في حياتنا. برضو مش بس ميمو، احنا كبشر عندنا الطبيعه دي. حتى يا اصحابي اول ما اتخلق الكون ابونا ادم لما اخطا حاول يبرر خطيته ويرمي شماعه خطاه على حواء. كلام كبير صح؟ مش اهم حاجه دلوقتي علاقته بموضوعنا دلوقتي، وبزقزق ده كمان اللي انت فرحانه بيه على طول. ما هو برضه هو كمان قوي على فكره يا ميمو، لانه مسافر وبجد بجد بقى وحشني، ولازم بقى يكلمنا بقى خلاص. يعني انا مستنيه الحلقه الجايه فارغ الصبر عشان زقزق هيكلمنا. استني انت فارغ الصبر بتاعك ده اساسا، ده عامل لي مشكله مع واحد صاحبي بسبب برضه يا ميمو. ايوه كلهم مضطهدين يا انجي، مش عارف اعمل ايه انا دلوقتي. طب بما انك مضطهد ممكن نسمع الترنيمه اللي جايه ونرجع نشوف ايه حكايه الاضطهاد بتاعتك دي؟ طيب ماشي، يلا بينا. يا رب بس انت شاور لي يا رب.
على طول على طول فايزين في طريقك مهما يطول. انا مش ممكن ابدا هبعد ولا يمكن اسيبك. مش معقول مش معقول. انظرني يا رب كلمني يا رب بس انت شاور لي يا رب. انت شاور لي يا رب وقول. فرحانة طبعا. طبعا فرحانة جدا وعجبتني الكلمة دي. المفروض ان احنا اول ما ربنا يشاور ويقول على حاجة ان احنا نسمع كلامه. ما نعملش غلطة ادم وحواء اللي احنا ابتدينا نتكلم على سفر التكوين لان هما ما قطعوش الله وسمعوش كلامه مع ان ربنا كلمهم مباشر كمان. يعني كان في علاقة مباشرة بين ربنا وبين ادم وحواء في بدء الخليقة. انا مالي انا دلوقتي بقى ادم وحواء؟ انا خليني في مقاسات اللي انا فيها. مقاسات ايه؟ طب احكي لي. زقزق. ما انا حكيت لك يا انجي. ماله زقزق؟ زقزق كمان خلى صاحبي يزعل مني. ليه يا زقزق؟ قال ايه بقى واحنا قاعدين بنكتب في الحصه، زقزق جه على باله انه يكتب بقلم موف. خلاص خلصت الالوان من الدنيا عشان يكتب بقلم موف. يا فعلا جديده قلم موف دي، بس اوكي. شفتي حد يعمل كده؟ يعني جديده قلم موف. بس كمل كمل يا ميمي. قال لي يا ميمة معاك قلم موف عشان عايز اكتب بلون القلم الموف. فانا بصراحة قلت له، يعني طبعا انت عارفة عني الشهامة بقى كده وما قدرش اقول له مثلا قلم موف. لا انا ما كانش معايا قلم موف. طيب قلت له استنى يا زازة هشوف لك من بيتر صاحبي يديك القلم الموف، ممكن أوكي. يكون معايا يعني الوان وكده. كلام جميل. ماشي حلو كده. حلو قوي. رحت قلت له يا بيتر ممكن القلم الموف؟ قال لي اتفضل يا ميمة. ماشي اخدته خلاص بقى من بيتر وديته الزقزق. كتب بيه وكل حاجه. خلاص جيت انا اخدته من زقزق قبل البريك بتاعنا وشلته في الشنطه. بصراحه يعني حطيته كده وخلاص. جيت بعد البريك ارجعه لبيتر لقيته اتكسر. بيتر زعل مني بقى وقال مش هديك حاجه تاني يا ميم. ايه غلطه زقزق في الموضوع؟ ليه عايز قلم موف من الاول؟ حد بيكتب بقلم موف؟ مش هو اللي خليني اروح استلف له القلم؟ لا غلطتك ان القلم اتكسر معاك. ما انا لو ما كنتش استلفته ما كانش اتكسر. يا ميمو بلاش تبرير. ايه البربرير اللي انت بتقولي؟ يعني ايه البربرير ده اللي انت بتقولي عليه؟ تبرير. ما نعملش الغلطه ونقول اصل فلان هو السبب، ما بقاش انا اللي عامله الحاجه وارميها على غيري. ما هو اللي قال لي من الاول. هو ده التبرير اللي احنا جايين نقول عليه النهارده. عنوان حلقتنا دعوا الاولاد التبرير. مش فاهم حاجه. انا يا اصحابي اعمل الغلطه وبررها وارميها على حد تاني. لا اصل مش انا اللي عملت كده، بابا انا اللي عملت كده. يعني انا مثلا ما نقلش كلام ووصله غلط وبرر ان انا اللي مش غلطان. طب انا ليه من الاول وصلت كلام؟ حاجات كتير. اما انا قلت البيتا ان زوزو هو اللي كسره. صدمتني يا ميم. لا لا صدمتي. لا مش صدم. يعني انت اساسا كدبت كمان. ما هو قال لي مش هديك حاجه تاني. قلت له لا يعني ما بص بقى انت بررت وكدبت. ما انا قلت له بقى ان زوزو هو اللي كسره عشان ما يديش حاجه لزوزو. انا مال انا؟ مش هو حسين زوزو اللي كان عايزه من الاول؟ فقلت له بصراحه يا بيتر زوزو هو اللي كسره وادهوني عشان ارجعه لك. يلا بقى ما تزعلش منه بقى، حصل خير. يا ميمو بطل تعمل مشاكل بقى. يا ميمو بطل تعمل شقاوه بقى. يا ميمو اسمع الكلام ده. انت كنت في الحلقات اللي فاتت ابتديت تظبط وتسمع الكلام وكنت ابتديت تبقى حلو جدا جدا جدا. ايه اللي حصل بقى؟ طلع ليه ابتديت نرجع تاني كيرف لورا تاني وهنبتدي من اول وجديد؟ نعلم ميمو ما تكذبش، ما تعملش حاجات غلط. ما يعني ميمو بجد مش عارفه اقول ايه، حتى مش عارفه اصلا يعني مش عارفه اشرح لاصحابي زي ما وعدناهم اول اصحاح ونبتدي نفسره واحده واحده بسببك. ليه انا عملت انا ايه ده؟ عامل مشاكل يا ميم. ما عملتش حاجه. هما اللي بيعملوا الحاجات. اولا عشان ما ناخدش موضوع يعني وقت طويل في الموضوع ده ونبتدي ندخل في الاصحاح. ميمو انت غلطان غلطين، ان انت بتبرر غلطك بتقول ان حد تاني هو السبب. تاني حاجه ان انت كدبت، هتروح لصاحبك وهتقوله اللي حصل وهتعتذر له، هتقول له انا ما كانش قصدي. علشان نبتدي نشرح دلوقتي الاصحاح الاول. اتفقنا؟ يلا اشرح اشرح. هشرح بعد الترنيمه. يلا بينا. يلا يلا.
يسوع زي السكر لقى أكتر وأكتر أبو في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد يسوع ملك قلبي لقى قلبي وحبي حبي ده لربي يسوع المسيح هي زي السكر فعلا من احلى الترانيم اللي انا بحبها يا ميمو انا كمان بحبها خالص حلوه قوي حلوه قوي اصحابي في كل مكان اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن بدء الخليقه وقلنا ان ربنا خلق العالم في 7 ايام احنا الحقيقه ما اتكلمناش عن التسلسل بتاعهم بس اتكلمنا على الجزء المهم جدا اللي هو ادم وحواء وازاي ربنا خلق ادم وعرضنا الفيديو بتاعه بس احنا ما فسرناش قلت لكم وعدتكم ان احنا في الحلقه الجايه هنبتدي نفسرها واحده واحده. اصحابي بيقول لك ان خطيه ادم وحواء كانت خطيه مركبه يعني فيها خطيات كتير جوه خطيه واحده. اول حاجه ان هم عصوا الرب يعني ايه يا ميمو؟ يعني ما سمعوش كلام ربنا. ربنا انذرهم قال لهم لو اكلتوا من الشجرة دي وما سمعتوش كلامي فانتوا هتكونوا يعني بتعصوني ما تسمعوش كلامي. تاني حاجة خطية معاشرات رديئة. طبعا هتقولي يعني ايه؟ طبعا مش فاهمة حاجة يا سيدة من انتي معاشرات رديئة دي كلمة بنقولها لما احنا بنصاحب ناس وحشين. بيقولك الولد ده عامل معاشرات رديئة، الولد ده مصاحب ناس مش كويسين. هم عملوا كده عارف مع مين يا ميمو؟ مع مين يا إجازة؟ كمان كانوا لوحديهم أساسا. مع الطرف الثالث اللي خلى حواء تعمل الخطية، مع الحي. تعبان؟ الشيطان، التعبان، برافو يا ميمو. وهي صاحبتها إزاي؟ هي راحت اتكلمت معاها وسمحت لنفسها إن هي تفتح حوار معاها علشان كده عملت معاشرات رديئة ودي بحد ذاتها خطية عند ربنا. تصور؟ موضوع تافه أهو، بسيط جدا. بمجرد إن حواء سمحت لنفسها إنها تفتح الباب مع حاجة وحشة اللي هي الحية عملت خطيه. تخيل يا ميمو شوفوا ان احنا في حياتنا خبر. بنتحاسب على الحاجه الصغننه اللي قد كده. يعني حتى لو احنا صاحبنا عيال مثلا كده مش بيروحوا الكنيسه وكده ده حاجه وحشه؟ بالظبط. يعني ان انت لو صاحبت لو ما نقيتش اصحابك يا ميمو واصحابي اللي في البيت الكلام ده ليكوا، لو احنا ما اخترناش اصحابنا اللي احنا بنكون رايحين جايين معاهم معاشرينهم بنذاكر معاهم صاحبنا ناس وحشين دي خطيه. ربنا خلق لنا العقل اللي هو يخلينا نميز ما بين الصحاب وما بين احنا نختار مين وما نختارش مين، دي حاجه. تاني حاجه يا اصحابي كمان شكوا. شكوا؟ عملوا خطيه شك اللي هم ايه؟ شككوا في كلام ربنا وما صدقوهوش ودي كانت من اكبر الخطايا اللي في الموضوع ده. تالت حاجه انقياد، يعني ايه؟ انقادوا ضد كلام ربنا، انقادوا ورا الحية مش وراها هما، كان قدامهم حاجتين يا امشوا ورا كلام ربنا ويصدقوا ويطيعوه يا اما يمشوا ورا كلام ايه؟ التعبان. التعبان، برافو يا ميمو انا بشوفك مركز معايا ولا لا،
مش كده طبعا مركز بالظبط. حاجه كمان ايمانهم كان ضعيف، وده انا لسه قايلاه، ايمانهم كان ضعيف ازاي؟ ما وثقوش في ربنا بايمان. يعني انا ممكن العب بيك باي دقيقه، احسسك ان ربنا مش هيعمل لي ده، وده ضعف ايمان ودي خطيه. لان انا لو عندي ايمان كل حاجه هتتحقق، لو ايماني ضعف كل حاجه راحت مني. خلاص. تاني حاجه خطيه استهانه، لان هم ايه؟ هم استهانوا بكلام ربنا وما سمعوش كلامه. شايف يعني شايف يا ميمو كميه خطايا قد ايه في موقف ادم وحواء بس؟ يا خبر، ده عملوا حاجات كتير قوي. يعني ده في خطايا تاني جوه الخطيه دي، جوه الحته دي بس، يعني حته ادم وحواء دي في خطايا تاني. خطيه شهوه، اشتهوا ان هم ياكلوا من الحاجه اللي ممنوعه عليهم، زي ما ربنا يقول لنا في الوصايا العشر مثلا: لا تزني، لا تسرق. انا اشتهيت الحاجه دي فاخدتها، فانا عملت ايه؟ خطيه شهوه، اشتهيتها. يعني كان نفسي فيها فعملتها. برافو عليك يا ميمو. خطيه كبرياء، ان هم كانوا عايزين يصيروا زي، يكونوا زي ربنا. يا خبر، يعني هم فكروا. لا واسعه دي قوي يا انجي، منهم صعبه قوي خطيه الكبرياء دي. يعملوا كده بقى، فكروا ان هم لما هياكلوا من الشجره وتفتحوا عينيهم زي ما ضحكت عليهم الشيطان الحيه، لو الشيطان ضحك عليهم قال لهم انت لو اكلتوا من الشجره دي هتكونوا زي ربنا. هما كان عندهم خطيه كبرياء، عايزين يبقوا زي ربنا. يا واحنا ليه ما نكونش زي ربنا؟ لا طبعا. ايه ده؟ لا طبعا، دول ايه احساسك انت يعني يا ميمو في الموقف ده؟ لا انا احساسي بصراحه ان انا زعلان على حسن. خطيه معرفه مخربه، يعني ايه؟ ان احنا نعرف الشر ونختبره. هما لما اكلوا راحوا اختبروا الشر، عرفوا بقى يعني ايه شر. خلاص. هما حفظوا وصيه ربنا عقلا لكن ما عملوش بيها، زي ما انا اجي اقول لك لا تسرق، لا تكذب، لا تزني، لا تشهد بالزور، وديك الوصايا اللي ربنا قالها لنا، الناموس، بس انا انت انا اديتها لك بس كلام لكن انا ما فهمتهاش وعملت بيها. هم عملوا ايه؟ هم حفظوها في عقلهم لكن مش عمليا، ودي ده سبب خطيتنا يا اصحابي، ان انا بحفظ الوصيه اوكي بس ما بعملهاش، وده اللي بيوقعني في الخطيه. فهمت حاجه يا ميمو؟ فهمت. ده كلام كبير قوي طبعا، فهمت كل حاجه. لو فهمت حاجه بطريقتك كده الحلوه اشرحها لاصحابي بسرعه. يلا. ايه ده، ما اتفقناش على كده. انا عايزه اشوف مخ نونو الصغنن ده اللي جنبي فاهم حاجه بالكلام الكبير قوي ده ولا لا. طبعا انا فهمته كده، اديني يعني بسرعه كده. اللي انا فهمته ان ادم وحواء عملوا خطايا كتير فخطايا واحده. برافو. الخطايا اللي عملوها ان هم سمعوا كلام التعبان ان حواء بقت صاحبتها، وده بابا يسوع مش يحب ان احنا نصاحب الولاد الوحشين. برافو يا ميم. وان هي اكلت من التفاحه اللي بابا يسوع قال عليها ما تاكليش منها، فهي ما سمعتش كلام بابا يسوع. برافو عليك، عدم الطاعه. وكمان هما كانوا عايزين يبقوا زي بابا يسوع كده، يكونوا عارفين كل حاجه. خطيه الكبرياء. وده طبعا كده مش صح. برافو عليك، كم و وايه تاني؟ شكوا في ايه؟ شك يعني مديكي الكلمه وانت كمل. شكوا في مين؟ شكوا في كلام مين؟ قول بقى. بابا يسوع. برافو، شكوا في كلام ربنا. قالوا مش كلامه، شكوا فيه. قالوا ايه بقى؟ يلا يا ميمو قول. طب قولي كده كويس. هم شكوا في كلام ربنا لما هم ما صدقوهوش، هو لما قال لهم انتوا لما تاكلوا من الشجرة هيحصل كذا وكذا وكذا، وصدقوا كلام الحية لما قالت لهم انتوا هتبقوا زي ربنا. شكوا. ايه تاني يا ميمو؟ ايه تاني؟ عارفه خطية جامدة قوي يمكن اصحابي مش واخدين بالهم منها، هم اعصار اخرين. لسه بقى عارفة ايه اللي انت كنت بتقوليه ده؟ انا قلت هيقول ايه الاعصار ده؟ يعني حواء لما غلطت خلت ادم كمان يغلط. انا ممكن اغلط بس كمان اخلي صاحبي يغلط. ايوه انت عارفه، وقعته في الخطيه. ايوه يا ميمو. انا لسه بقى من غير اعصار اللي انت قلتي عليه ده، كنت عايزه اقول لك ان انا زعلان قوي من حواء بصراحه. ايوه صح، يعني انا واخد موقف بصراحه. وريني الموقف اللي واخده ده، فين ده الموقف؟ وريني اهو، موجود اهو. موقف فين ده الموقف ده يا ميمو؟ مش لاقي اي موقف. انا واخد اهو، واخده عندي جوه، محوشه جوه. لا ده عملوا حاجه اكتر. زعلان منه. عملوا حاجه اكتر كمان. عملوا لما بنعمل خطيه مطالب مننا ان احنا نعمل ايه؟ نروح نعمل ايه عند ابونا؟ نعترف. برافو. هما بقى مش عايزين كمان يعترفوا، عدم اعتراف بغلطهم. قعدوا يبرروا موقفهم، يبرروا
ما قالوش احنا غلطنا، دول استخبوا وقعدوا يبرروا كمان. هي دي كنت بتقولي عليها في الاول. التبرير. تربير. تبرير. التبر. زي التبريد كده؟ لا ماليش دعوه بالتبريد خالص، التبريد ده الدنيا لما بتبقى برد كده والتكييفات والمكيفات والتبرير. تبرير. تبرير. فقدوا البساطه، كانوا بسطة، ما كانوش حاسين ان هم عريانين، كانوا بسطة جدا. دخل الخجل، ابتدوا يكسفوا، ابتدوا ان هم يعرفوا ان هم عريانين، كان في حلال وحرام، كان في خير وشر. دخلونا احنا في الخطيه يا مين. هم السبب بقى يعني. طب احنا مالنا بقى دلوقتي بقى؟ احنا جاي يسوع وخلصنا وقال لنا ان انتوا لازم تفكروا ولازم تختاروا ما بيني وما بين، يعني ربنا عمل لنا اختيار بقى خلاص، احنا دلوقتي بقينا زيهم بنختار ما بين الغلط والصح. ايه بس لو هما كانوش عاملوا كده كانوا زمانا كلنا بقينا في السما. صح. بس انا بقى زعلانة قوي دلوقتي انا من حواء كمان زي ما قلت لك. انا كمان زعلانة من حواء بس خلاص. اللي حصل حصل بقى يا ميمو. حصل. عملوا خطايا تاني. هما جهلوا بربنا. يعني ايه؟ يعني هما افتكروا ان هما لما هيختبوا، لما هيستخبوا ورا الشجرة بعد الخطية ربنا مش هيشوفهم. ما يعرفوش ان ربنا موجود في كل حتة وان ربنا كان بيراقبهم ونادى عليهم وقال لهم انتوا مستخبيين مني ليه؟ عارفين يا اصحابي سبب السقوط ان عدو الخير اللي هو الحية اوكي غرم الانسان، حسد الانسان، خلاص خلى الانسان يبقى زيه وقع في الخطيه. تخيل ان الشيطان من كتر حقده على الانسان وحب ربنا ليه عمل كده في ادم وحواء وبيعمل فينا. ودي على فكره حكمه جميله قوي يا اصحاب. حسده. الشيطان بيغير منك لما بتروح تتنبل وتعترف. الشيطان بيغير منك لما بتكون كويس، بيحاول يوقعك في الخطيه. تصور يا ميمو. يا خبر. طب ايه بقى يعني اعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل له ايه؟ نسمع الترنيمة الأخيرة. ايه ده وكده خلاص؟ مش عارفة ترنيمة أو فيديو، يلا نشوف مع بعض. وصلنا لنقطة أخيرة يا أصحابي، هي دي اللي وقفنا عندها قبل الترنيمة الجميلة دي، إن إحنا لما سقطنا كان بسبب إن الحية غارت مننا وإنها حسدت الإنسان على الحاجات الحلوة الجميلة اللي ربنا إداها لها. صح يا ميمو؟ صح يا إنجي.
بيقول لك ان الايه بتقول وكانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله، فقالت للمراه احقا قال الله لا تاكلا من شجر الجنه؟ كانت الحيه احيل. احيل يعني ايه؟ بتدور وتلف وتخادع وكده ابليس، عشان كده الابليس دخل جوه الحيه. عرفت ليه يا ميمو؟ فهمت. قالت لهم احقا، يعني ايه بتقول لهم ايه؟ يعني فعلا ربنا عمل كده، قال لكم ما تعملوش كده. يعني ايه؟ يعني هي ايه؟ بتلف وتدور، مكاره. الحياه كانت حاجه مكاره. ايوه، هي ما رضتش تقول لهم كده على طول، قعدت تجيبها لهم إيه كده وكده شويه بتلف وتدور عليهم. فهم. طريقه الشيطان دايما يا اصحابي بتكون معانا احنا كده كانسان كبشر، بيشككنا في حبه ربنا لينا. خلاص؟ بيقدم لنا اي حاجه تقنعنا بيها عشان نروح نعمل الغلط. بيخلينا دايما نروح ناحيه الشهوه بتاعتنا، ناحيه الاكل، ناحيه الحاجه الحلوه، ناحيه الحاجه اللي احنا عايزينها. بيخلينا نضعف، ما نصومش علشان احنا جعانين، قدامنا حته شوكولاته، قدامنا حته فرخ، قدامنا همبرجر بحبه قوي، بحب الهمبرجر. الله، اصوم ليه بقى؟ طب ما انا اروح اكله. دايما بيجي من نقطه ضعفنا والشيطان يروح داخل لنا يا اصحابي، يعني طريقة مش مبشورة كده، يسيبنا في الآخر إن احنا نموت ونيأس ونعمل الخطايا ونضيع من ربنا. لكن هو عامل لنا مخ علشان نقدر يا أصحابي نرجع له ونلحق نفسنا. عن طريق إيه يا ميمو؟ إيه؟ إزاي نرجع لربنا تاني؟ إزاي؟ أيوة قولي كده. إيه ون إيه ون إيه؟ إيه هقولها. تعرف؟ برافو. نتناول نسأل. تصدق يا ميمو انا قلت انت مش هتفتكر نصلي دي، بس لا عيب عليك يا انت بقى، عيب عليك نفسك بقى. طب حقت نفسك. امال ايه؟ قالت الحيه للمراه لن تموتا، مش هتموتوا، ضحكت عليها. شفتوا؟ لان ربنا عارف، بل الله عالم، انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. مش هتموتوا. هي فاكراهم، يعني هي قالت لهم، يعني تحدت ربنا وقالت لهم انتوا مش هتموتوا. بس للاسف يعني ما موتتش ادم وحواء بس، يعني وعملت فينا كلنا ايه؟ ما دخلناش السما على طول مع بابا يسوع، ضرتنا كلنا. موتتهم وموتتنا معاهم. نعمل ايه؟ نقتل التعبان بقى. برافو عليك. ازاي بقى؟ لا ما هلاقي تعبان نقتله، يعني احنا في ايدينا نقتله على فكره، لان التعبان هو الشيطان. بس بيقعد يا انجي بيخلق، بيقعد يا انجي. نقتل التعبان؟ لا، احنا هنقتل الشيطان. نقتل الشيطان. ان احنا ايوه اولاد كويسين، اولاد بابا يسوع، نعترف بخطايانا، نحس بذنبنا قبل ما ننام كل ليله، نقعد نصلي ربنا ونقول له احنا اسفين على عملنا كذا وكذا، نقعد مع ربنا حاجات كتير، نقدر احنا ننتقم ونقتل الشيطان. ايه رايك يا ميمو؟ حلوه الفكره دي، فكره جميله قوي. هتقدر تعملها؟ طبعا. مش هتبرر تاني؟ ايه برر تبرير. أبربر. هتبربر تاني؟ على حسب بقى، مش عارف. أصحابي في كل مكان، يا رب يا رب يا رب. الكلام الكبير ده اللي حاولنا نبسطه لكم شوية يكون أنتوا وميمو فهمتوا منه حاجة. طبعا. عمال أحاول مع ميمو، يمكن حسيت إنه فهم شوية. لا فهمت كتير بقى، فهمت كتير. بجد يا ميمو؟ طبعا. يعني أنت هتصلي؟ هو ده عشان أنا فهمت كتير؟ علشان إحنا هننقي هنخلي يعني هنمشي بقى. يلا انت خلاص باي كده؟ صلي؟ ماشي، عايزه تصلي انت صلي. لا انت اللي هتصلي. يلا. طيب ماشي. يلا. بسم الاب والاب والروح القدس، اله واحد امين. بابا يا يسوع حبيبي، بشكرك قوي 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 على كل حاجه حلوه. بشكرك يا بابا يسوع، بحبك قوي قوي قوي. حافظ على بابا وماما، اخواتي، كل اسر قناه التاريخ وكل عائلاتهم، وخليك دايما معانا. واشكرك يا بابا يسوع ان انت اديتنا فرصه تانية نكون معاك في السماء لما جيت اتصلبت وجيت مت وقمت عشاننا بعد خطيه ادم وحواء اللي ما كانوش عايزيننا نخش السماء عشان خاطر الشيطان اللي هو التعبان ضحك عليهم. ساعدنا يا بابا يسوع زي ما انجي قالت ان احنا نموت التعبان ده، ان احنا نعمل ايه بقى؟ نموت الشيطان
مش هنموت التعبان التعبان عشان هيعدنا، ملناش دعوة بيه، احنا نموت الشيطان عشان هو وحش ومش عايز يخلينا نخش السما معاه. احنا اولادك يا بابا يسوع، انت تعوينا وتعلمنا وتعرفنا نعمل ايه صح عشان احنا بنحبك ونخش معاك السما. امين. طلع حلو قوي يا ميمو بجد. ميرسي يا عز. ميرسي يا ميمو. اصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا استفدتوا. اللي مش فاهم حاجه وحابب يتصل بينا يسالنا اي سؤال، هيكون ميمو بيرد عليه بنفسه في التليفون. اتصلوا على الارقام اللي محطوطه على الشاشه قدامكم دلوقتي 661-233-8787 او الارقام المحطوطه من مصر، هنكون بنرد عليكم، هنكون معاكم اي وقت تكلمونا فيه، هنسلم عليكم وهنكلمكم بنفسنا. اصحابي في كل مكان، يا ريت تصلوا كتير من اجل الخدمه بتاعتنا انها تستمر ومحاربات الشيطان تبعد عننا، لانه فعلا بيحاول يعاكسنا ويغلس علينا، بس احنا بالصلاه وان احنا كمان بايماننا بيسوع المسيح هنكون معاكم بمشيئه رب المجد دايما. بس صلوا لنا كتير وتواصلوا معانا وادخلوا على البيج بتاعتنا دعوا الاولاد، كونوا معانا دايما، اذكرونا في صلواتكم. بشكر كل الزملائي اللي معايا في خدمه دعوة الاولاد، اولهم سالي سامي حبيبتي، بشكرك يا سالي، كل سنه ومامتك طيبه. بعيد على مامتك من خلال برنامجنا النهارده، بعيد على امي، بعيد على كل ام النهارده، كل سنه وانتم طيبين يا امهاتنا الغاليين. نشوفكم في حلقه جايه، انتظرونا في دعوة الاولاد. باي باي. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها.